نتواصل وتتواصل الانطلاقات وتتجدد مع تجدد أشواط صباحي هذا اليوم. تعلن الانطلاق قبل قليل في هذا الانطلاق الشوط الرابع والعشرون في أشواط صباحي هذا اليوم، يحمل في طيات الابكار الحقائق، يحمل شعارات، يحمل قادمين إلى المرموم، مشاركين في الختامية أبناء الخليج الواحد، الحاضرين في دبي في دار الحي على الرحب والسعة في دار ريال مكتوم. هذه الانطلاقات كالعادة دائما نسير مع هذه الانطلاقة عبر شاشة دبي ريسنج وعبر قناة ياس الرياضية في هذا النقل الحي مع انطلاقة هذه التحديات. أبحر في عمق الميدان، ود 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 ود، زاهر بن فايل بن خربيش العويسي يقدم ود على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني أمواج سيف بن علي بن عناد الخاطري يقدم أمواج على المركز الثاني الشاعر. المركز الثالث ثالث المراكز عليه كذلك دخول، ووصلت في هذه اللحظة جمرة قمرة 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 سلطان بن سالم بن رحم الشامسي يقدم قمرة في هذه الانطلاقات أو جميرة. جميرة نعم تقدمت في هذا الانطلاق من الجانب الآخر بعد جميرة الشامسي، ولكن من الجانب الآخر هذه الزود فالح بن دنان بن فالح الشامسي يقدم الزود. هنا تواجدت رقمها 80، وهذه حفلة تعود ملكية محمد بن عمران بن حمد الكتبي يقدم حفلة في هذا الاندفاع. والمركز الخامس خامس المراكز، شوف اللي تدخلت، هذه ذخيرة ساري بن سيف بن ساري بن بلوش المزروعي يقدم ذخيرة. المركز السادس هذه سحامة علي بن يابر بن حمد بن مصرح الاحبابي. والمركز السابع سابع المراكز، هناك وصلت في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع هذه الأسماء، الشايب محمد بن عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري، ووصلت في هذه اللحظات في هذا الاندفاع هذه الهائلة سالم بن هلال بن مبارك العفاري. والمركز التاسع أشوف التاسعة، هذه تواصلت غزل سلطان بن علي بن سلطان الكتبي. والعاشرة رقم 6 هذه وجود سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي. الله يا هذا الشوط، هذه العشر المراكز، ولكن الأسماء في تقارب، الأمال في الفوز موجودة حتى المركز العشرين. يلا جاوز يا مجاوز وحرك يا محرك في هذا الشوط. النقطة في المرموم ثمينة، النقطة في ختام المرموم، أمنية الكل تسجل في التاريخ، في تاريخ سجل سباقات الهجن. ولكن أعود إلى الثلاثية، شوف المنظر، تابع يا مخرجنا، وهذه اللي تقدمت، هذه راهية مبارك مسهيل بالحطم العامري، ولكن المركز الثاني الموج تأتي في المركز الثاني. أمواج سيف بن علي بن عناد الخاطري الشاعر الأول أموت وحياب بن هويمل نقطة المرموم، ولكن هذا الوهيبي سعيد بن مبارك بن حليس وبالحطم مسيطر. يا سلام، الله، وهناك القدوم حمد بن محمد العامري بن هويمل، ولكن بالحطم خلاص انتزع ناموس الشوط. والوهيبي على المركز الثاني بن حليس، وروح يا سعد روح يا بالحطم روح، الأمتار الأخيرة خلاص تحقيق الفوز مع راهية مبارك مسهيل بالحطم العامري يحقق نقطتي هذا الشوط في ختامي المرموم الثمينة والغالية. يا سلام، تهانينا لبالحطم، تهانينا
هانينا المركز الثاني، ومن وصلت في وجود سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي، والمركز الثالث مع بن هويم المنحلة في المركز الثالث الذي تأتي، والمركز الرابع المركز الرابع مع بن عناد الخاطري الشاعر، والمركز الخامس الخامسة كم رقمها شفتوها؟ عموما هذه نعم 18 اللي هي المبارك بن راشد بن محمد بن منين الشامسي. شكرا كذلك لزملائي في عربة النقل والتعليق على المتابعة والتعاون الجميل المعتاد في المرموم. 5 دقائق و51 ثانية وخمس أجزاء من الثانية، هذا توقيت المركز الأول اللي هي راهية. مبارك بسهيل بالحطم العامري سلمت سلام عيناوي صباحي جميل. المركز الثاني 5 دقائق و52 ثلاث أجزاء من الثانية، المركز الثاني اللي قدم التنافس من البداية وجود هذه وجود سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي. المركز الثالث 5 دقائق 52 4 أجزاء من الثانية من حلت في المركز الثالث، وهذه هذا حمد بن محمد بن هويم العامري قدم ولاية في هذا الشوط، قدم ولاية على المركز الثالث. تهانينا لجميع الفائزين.